الجيش اللبناني والفرق الصحية والمدنيون مجددا في مرمى جيش العدو الإسرائيلي. 3 شهداء من الجيش ارتقوا جراء اعتداء إسرائيلي استهدف آليتهم العسكرية على طريق عين إبل حنين. أما نصيب الفرق الصحية من الاعتداءات فكان غارة حربية استهدفت مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية بالقرب من جسر المشاة على أوتوستراد دير الزهران النبطي، ما أدى إلى تدميره واستشهاد المسعف هشام بدران. كما سقط جزء من جسر المشاة على الأوتوستراد ما أدى إلى انقطاعه باتجاه الزهران وصيدا. وعملت لاحقا فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية على فتح الطريق. غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مجمع كمال التجاري والسكني عند المدخل الغربي لمدينة النبطية، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء هم حسن كمال وعبد أظان ومحمد الجلاد وعباس فارس وإصابات وتدمير المجمع. واستمرت فرق الإنقاذ حتى ساعات ما بعد الظهر في عمليات رفع الأنقاض والبحث عن الناجين. في هذا الفيديو بضل الذكرى عن الاخ حسن اذا استشهدنا، بنقول حطوا لنا كمر غفا والشوق فينا لا ينام. كمر غفا والشوق فينا لا ينام. الغارات الإسرائيلية استمرت خلال النهار، أكثر من 15 غارة متتالية نفذتها الطائرات الحربية على بلدة الخيام، واستهدفت أحياء وادي العصافير والشاليهات والمعتقل والجلاحية. وعمل العدو على تفجير المباني التي تشرف على الأراضي المحتلة في بلدة العديسة. كما طالت الغارات في ساعات الصباح بلدات دير سريان، طيب النفخية، شهابية، عبة، معروب، الحوش، فردونين، دير أهنون، راس العين. وفي ساعات الظهيرة حتى ما بعد الظهر شن العدو سلسلة غارات اعتدى فيها على المدينة الصناعية في صور والرمادية وباتولي وطير دبة ومعركة، مفرق الشعيتية، القنطرة وبيوت سياد، كفر حمام، عين بعال، حنوي، عيتيت والإليلة، عيت الشعب، شقرة، حريص وعيناتة، برعشيت وبنت جبيل والبابلية، حيث استهدفت الغارة منزلا مأهولا بالسكان انتشل فيه عدد من الجرحى، والعمل جار على رفع الأنقاض لسحب العالقين. بينما استمر القصف المدفعي والفسفوري على قرى الحافة الأمامية، ما يدحض رواية العدو عن احتلال هذه القرى والبلدات.